أديم الصلاة على الحبيب محمد، فقبولها حتما بغير تردد. أعمالنا بين القبول وردها، أعمالنا بين القبول وردها. حبيب محمد إلا الصلاة على الحبيب محمد. الله الله، اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. مشاهدينا، استطاع النشيد الإسلامي في الآونة الأخيرة أن يفرض نفسه على جميع شرائح المجتمع ووسائل الإعلام المتنوعة من خلال ما يقدم من كلمات هادفة وألحان عصرية وأداء يفوق في بعض الغناء مثل ما استمعنا. نعم، أيضا عبد المحسن، الأناشيد الدينية لها مذاق خاص في ليالي شهر رمضان المبارك، حيث يحرص المنشدين على إقامة العديد من الوصلات الإنشادية اللي تمثل وجبة يومية ممتعة. ضيفنا اليوم حاب يشاركنا هذه الأجواء الرمضانية اللي تخيم علينا قبل حلول الشهر الكريم بأيام قليلة. أكيد إحنا بحاجة إلى جرعة إنشادية ممتعة رح نستمتع فيها معكم من خلال حلقة اليوم مع المنشد المغربي الملقب بالمنشد الأصيل طه الزين. حياك الله. حياك ومنورنا الله في الكويت. فاطمة، الله ينخليك. ما شاء الله صوتك يعني الأمانة خذانا لعالم ثاني. بارك الله فيك. الله يكرمك. حياك الله طه، وأحسنت. للأمانة يعني تتميز دول المغرب العربي في مثل هذا الإنشاد، وتكاد تفوق واضح في الاهتمام بالإنشاد. سر انجذاب المنشدين في هذه المناطق لهذه الترانيم الإسلامية؟ أولا أستاذ عبد المحسن، وأشكركم على الاستضافة الكريمة، وحيي من خلالكم الشعب الكويتي حبيب والشعب العربي كله اللي شاهد برنامج صباح الخير يا كويت. فحقيقة المغرب العربي أو بالمغرب خصوصا يعني عندنا تعلق أو محبة خاصة يعني في هذا الفن، فن السماح. نحن المغرب نسميه فن السماع والمديح. وهذا نابع من حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني أنت تلقى جميع المناسبات يعني خصوصا بالآونة الأخيرة، في الأعراس، في المناسبات، في المناسبات الدينية، يعني دائما يحيون الحفلات، وهذا بفن السماع والمديح اللي فيه يعني صلاة والسلام على خير البرية صلى الله عليه وسلم. فهذا هو سر اهتمام المغرب أكثر بهذا الباب. نعم، يعني كانت لك مشاركة في مسابقة المنشد الأصيل اللي أقيمت في جمعية منيرة الحمد، يعني ينظمون هذه المسابقة بشكل سنوي وفي اهتمام كبير يعني عندهم في يعني إبراز هذا الوجه المشرف للمنشد العربي. كلمنا عن مشاركتك، وما شاء الله أنت حصدت المركز الأول في هذا العام. نعم، صح. بس عفوا أختي فاطمة، منيرة الحمد، هذا اللي كنت أنا حاب. نعم، منيرة الحمد صححه. نعم، هي جمعية منيرة الحمد، هي جمعية مغربية وروحها كويتية.
يعني تحمل اسم سيدة فاضلة كويتية، هي منيرة الحمد، هي والدة الأديبة الكويتية الدكتورة هيفاء السنعوسي، هي اللي قدمت هذه المسابقة. عليها بالخير، نحييها بزاف كيف نقولوا احنا المغرب نحييها. فقلت هي اللي طرحت قدمت هذه المسابقة دعما منها ورعاية منها لفن الإنشاد والمديح، والذي يعتمد على يعني الكلمة الهادفة، عمق الكلمة وجمالية الصوت بدون معازف. فهذه يعني فكرة حببتها أنا بزاف، تشكر عليها بزاف يعني الدكتورة هيفاء السنعوسي. وكيف قلت كانت مشاركة طيبة جميلة، منافسة قوية وشريفة بين 43 مشارك يعني، ومنشد شاركوا في هذه المسابقة من مختلف مدن المملكة المغربية. يعني كانت مشاركة طيبة، وكان حفل بهيج يعني بحضور السفارة الكويتية ممثلة بالمستشار مستشار سفير الكويت، نعم نائب سفير، نائب سفير، نعم سفير، نعم. والقنصل، نعم. وكان حفل بهيج بحضور يعني شوف لقطات يعني بعد ما فزت هذه اللقطات وحصلت المركز الأول ولقب المنشد الأصيل. والأمانة احنا بلشنا الفقرة مع يعني أنشودة مميزة من صوتك، وفعلا تستحق هذا اللقب. الله يخليك، الله يخليك. اللجنة المحكمة طه لهذه المسابقة هم من الكويت، برأيك شو اللي يميز إنشادك أنت شخصيا وجذب بالتالي انتباه هيئة التحكيم؟ والله صراحة أنا ما يعني ما نحبش نشكر نفسي. شاركنا كانت كيف ما قلت مشاركة قوية يعني مع إخواني، خصوصا بالنهائيات مع أخي ياسين الشهاب وأخي عمر قيروان أحييهم. ف يعني ما ممكن تترك الحكم للجمهور وللناس أكيد اللي تستمع. أكيد الناس اللي تستمع هي اللي تعطي رأيها وهذا. بس أعتقد يعني من خلال الأصدقاء والأساتذة ديولي وهذا اللي يقول أنه يمكن تحكم في المقامات أو لا، يعني تدرج في الطبقات الصوتية، فهذا يعطي سلاسة في الأداء وهذا. يمكن هذا، لكن أنا يكفيني يعني شرفا وفخرا أني كنت فائز باللقب. يعني هذا فخر بالنسبة لي، وهذا وشاح المسابقة يعني ما شاء الله. غير الوشاح في شيء أنا ملاحظته، أنا ساكتة من أول اللقاء يعني الدشداشة والقطرة والعقال زي الكويتي. أنا حرصت يعني احتراما يعني من باب احترامي للشعب الكويتي المضياف الكريم، حرصت أني ألبس يعني زي كويتي. يعني الدشداشة والعقال وال انا بديت نحفظ الكلمات شوي. حلو، وانت بعد لازم تعلمنا الهدره المغربيه. الهدره المغربيه زوينه بزاف. كي داير؟ لا بس عليك. الحمد لله استاذ عبد المحسن، صرت مغربي الحين. والله ما اعرف الاقل بس هالكلمتين، انا ما عمري زرت المغرب. زيارتك طه للكويت الحاليه بالتاكيد شهدت بدون شك مشاركه في العديد من الاعمال ثقافية إنشادية، شنو أبرز هذه المشاركات؟ اليوم يعني بعد برنامج إن شاء الله عندي مشاركة حفل بجامعة الكويت. طيب. وأيضا يعني زيارتي الحالية لدولة الكويت هي في إطار تحضيري أو لتصوير بعض لقطات من فيديو كليب اللي راح يكون إن شاء الله يعني بعد لقطاته الكويت. واللي غادي يعني يعرف كلمات من الدكتورة هيفاء السنعوسي لتعاون مع الدكتورة، وإن شاء الله يعني يكون يعني أول عمل لي بعد راح تطلق لشهر رمضان المبارك إن شاء الله. يعني راح نجتهد، راح نجتهد إن شاء الله. إحنا الحين يعني عاملين على تصوير الكليب هنا بالكويت، وإن شاء الله بيترحب بشهر رمضان إن شاء الله. والأيام اللي دازت يعني أحيت حفل خاص هنا بالكويت، يعني حضرها يعني مثقفين ومبدعين، والحمد لله لقى نجاح واستحسان الحضور الحمد لله. يعني أعمال كثيرة. طه، متى بلشت تكتشف هذا الجانب فيك أن أنت تبي يعني تتجه للإنشاد؟ وصراحة من صغر، تقريبا سن 7 أو 8 سنوات، فكنا نروح يعني لدار شباب، هو مكان يروح له الأطفال والشباب وهذا يعملوا أنشطة بالويكند يعني آخر الأسبوع.
فأنا سبحان الله كان يعني اتجاهي وهذا للإنشاد والأمداح والقرآن الكريم. فيعني كان أستاذنا ذاك الحين يعني حييه أستاذ عبد الحق. وفي أحد دربك يعني هو أستاذك؟ أكيد يعني في هذيك الوقت يعني ما ننساش يعني فضله عليه، كان دائما يدربنا حتى بالمنزل ديالو أستاذ عبد الحق رحمه الله وجه لي تحية بهذا الباب يعني سنوات، هذا نقول لك لما كنا صغار. فكنا نعمل مهرجانات ومسابقات ويعني كنت دائما نتقدم عمل سولو وهذا. هذا ايام يعني طفوله، ايام طفوله اكيد، 7 سنوات 8 سنوات عمري تقريبا. فمن هذاك الحين يعني بدات تكبر الموهبه والحمد لله. في منشدين على مستوى العالم العربي والاسلامي بشكل عام انت اعتبرتهم بالنسبه لك قدوه، حاولت ان انت تقلدهم؟ اسماء معينه؟ صراحه يعني انا ما نحبش هذه الكلمه ديال التقليد، يعني نحب نعمل شيء تأثر. نعم صح، هذا تأثر أكيد، وأنا متأثر بزاف بزاف بالأستاذ مشاري العفاسي. يعني سبحان الله يعني ترانيم وأنغام ويعني أداؤه، والشيء اللي يميزه هو أنه بدون معازف، بس يعني غير الصوت دياله يوصل للقلوب، يعني يخشع ويوصل للناس. مدام ذكرت الشيخ مشاري العفاسي وهو أيضا قارئ القرآن، ما نقدر نختم معاك هذا اللقاء إلا نستمع إلى خير الكلام وهو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. شنو مجهز لنا؟ إن شاء الله نقرأ أواخر سورة البقرة إن شاء الله فيها. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أحسنت أحسنت أحسنت. أحبتنا كل الشكر لضيفنا، ما هو بعد ضيف يعني هو من أهل البيت، الشاب المغربي النموذج واللي إن شاء الله يقتدي فيه كثير من الشباب. طه الزين شكرا لك وحياك الله في بلدك، نورت الكويت ونورت استديو صباح الخير الكويت وعطيتنا هذه الطاقة
الطاقة الجميلة للاستديو. شكرا لك طه، بارك الله فيك، يعطيك العافية. شكرا لك، راجع لكم بعد ثواني.